مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الهدنة المرتقبة والتحركات السياسية الرامية إلى إعادة إحياء المباحثات بين الحكومة والميليشيا. مرة أخرى يعود الحديث عن استئناف المباحثات بين الحكومة والميليشيا إلى الواجهة، فبعدما شهدته أروقة الأمم المتحدة من تحركات دولية تسعى لتثبيت هدنة إنسانية في اليمن وإتاحة الفرصة لاستئناف المشاورات بشأن التحضير لجولة جديدة من المباحثات السياسية، أعلنت الحكومة موافقتها على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، وبانتظار موافقة الميليشيا ستتيح هذه الهدنة فرصة لإدخال المواد الإغاثية إلى المدن المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز. ميدانيا تبدو الجبهات العسكرية في هدنة غير معلنة، مع توقف المعارك الكبرى في معظم الجبهات باستثناء اشتباكات محدودة، وهو ما يسمح بتطبيق الهدنة، إلا أن المؤشرات التي ترسلها غارات التحالف توحي بأن الحديث عن هدنة الآن لا يزال يكتنف الكثير من الغموض. فرص نجاح الهدنة المرتقبة وإمكانية انعقاد جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة والميليشيا ستكون محور حديثنا هذا المساء، ولكن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. يبدو أن التحركات الدولية الخاصة بالملف اليمني والمصاحبة لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أثمرت، وصار بالإمكان الحديث عن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. خلال الأيام الماضية كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزارة الخارجية الأمريكية يطالبون بهدنة لمدة 72 ساعة لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن استئناف المحادثات وإدخال المواد الإغاثية للمدن المحاصرة، ويبدو أن هذه الهدنة في طريقها للتحقق أخيراً. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال في تصريحات صحفية عقب لقائه المبعوث الأممي في نيويورك إنه يأمل بسريان هدنة إنسانية بداية الأسبوع المقبل. وأكد المخلافي أن الرئيس هادي التقى مع مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ووافق من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، مضيفا أن الرئيس هادي طالب أن يكون هناك استفادة من وقف إطلاق النار من أجل فك الحصار على تعز وإدخال المواد الغذائية في وقت متزامن، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر أن يتحدث المبعوث الأممي مع الميليشيا لتأمين هذه الضمانات. ولد الشيخ أكد أن الأمم المتحدة تجهز قوافل إغاثة إنسانية لإرسالها إلى العديد من المناطق المنكوبة في اليمن، مشيرا إلى أن التهدئة والحل السلمي سيمكنان الأمم المتحدة من استئناف برامجها الإنسانية والخاصة بإعادة الإعمار. على الأرض يبدو المشهد العسكري وهو يقترب من وضع الهدنة فعلا، مع الجمود الذي يحيط بالعمليات العسكرية في معظم الجبهات، إلا أن تصاعد غارات التحالف يشير لأن الهدنة المرتقبة لن تسري في وقت قريب. أما العودة إلى طاولة المفاوضات فدونها تعقيدات تجعل من تحققها في الوقت الحالي أمرا غير وارد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع الصحفي مختار الرحبي. مرحبا بك سيد مختار. أهلا وسهلا بك يا أبو المشاهدين الكرام جميعا والضيوف الكرام أيضا. أهلا بك سيد مختار، وعاد الحديث عن هدنة لوقف إطلاق النار، ما هي تفاصيلها؟ نعم، هو طبعا هناك جهود دبلوماسية كبيرة تجري حاليا في نيويورك، كانت سلسلة من اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع المبعوث الأممي وكذلك مع دبلوماسيين غربيين، كلها طبعا تبحث مسار السياسي أو عودة المسار السياسي والسلمي للقضية اليمنية. نعم، وتم الحديث من قبل الوزير الخارجي عن إمكانية إعلان هدنة جديدة ولكن بشروط، تم تسليم هذه الشروط والضمانات للمبعوث الدولي الاسماعيلي الشيخ احمد ليبحثها مع الطرف الاخر الذي دائما ما يتعنت ويرفض الالتزام باي هدنه. ونحن نعرف انه في الفتره الماضيه تم اعلان هدنه من قبل فخامه الرئيس التيموريه، وكان هناك ما يزيد عن 4000 اختراق لهذه الهدنه خلال فتره وجيزه، بالتالي الحديث هو ليس عن متى سيتم اعلان الهدنه، ولكن الحديث والسؤال الاهم هو هل سيتم الالتزام بهذه الهدنه من قبل الطرف الانقلابي؟ هل هنالك أي ملامح لموافقة الطرف الآخر على الهدنة؟ هو لا يتوقف على الموافقة على من الطرف الآخر، لكن هو سيكون هناك مجموعة من الضمانات التي تم طرحها من قبل الحكومة اليمنية على الطرف الآخر إذا وافق على هذه الاشتراطات. أعتقد أنه سيتم إعلان الهدنة من قبل فخامة رئيس الجمهورية،
الشروط هي طبعا معروفة، هو السماح بإدخال كافة المواد الغذائية والطبية والصحية لكافة المناطق ومنها إلى محافظة صعيد، وإنهاء الحصار عن مدينة صعيد والإسلام الكامل والشامل بوقت إطلاق النار في كافة الجبهات والمناطق التي ما تزال فيها الجبهات مشتعلة. نعم سيد مختار، هل نستطيع القول أن الحديث عن هذه الهدنة ستعقبها جولة جديدة من المباحثات أو تمهيدا لعودة المسار السياسي والمشاورات السياسية؟ هو بكل تأكيد إذا تم الالتزام بهذه الهدنة سيكون هناك بعد الهدنة مباشرة سيتم تحديد موعد جديد للمشاورات القادمة، ونحن نعرف أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكية يشدد على الذهاب إلى جولة مشاورات قادمة. أيضا الرباعية الدولية التي عقدت آخر اجتماع لها في نيويورك أكدت وشددت على العودة للمسار السياسي، بالتالي أعتقد أنه في حال تم القبول باشتراطات الحكومة سيكون هناك وقت في إطلاق النار، ومن ثم يتبعه جولة مشاورات جديدة وفق المرجعيات المتفق عليها سابقا، وهي الثلاث المرجعيات المتفق والمعلن عنها سابقا. هل نستطيع القول الآن بالحديث عن جولة جديدة من المباحثات أنه تم التوصل إلى اتفاقات محددة بالطريق إليها؟ بالنسبة للاتفاقات نحن لدينا تجارب سيئة مع الطرف الآخر، يعني خضنا معهم ثلاث جولات في جنيف واحد وجنيف اثنين، بل أربع جولات وليس ثلاث جولات، جنيف واحد وجنيف اثنين وكويت واحد وكويت اثنين، كلها ذهبت أدراج الرياح، لم يتم الخروج بنقطة واحدة فقط وهي نقطة إطلاق سراح المعتقلين المختطفين من قبل الطرف الآخر، مع أنهم التزم بإطلاق سراحهم في جنيف واحد وجنيف اثنين وكويت واحد وكويت اثنين، ولكن المماطلة والكذب هو ما يلتزم به العودين فقط، اما بالنسبه لما يتم الاتفاق حوله لا يتم الالتزام والايتاء بتعهداتهم على ارض الواقع، مراوغه ومماطره وعدم الالتزام بما يتم الاتفاق، بالتالي اعتقد ان الهروله والذهاب الى مشاورات دون الحصول على ضمانات اكيده من المجتمع الدولي من المتحد اعتقد انها ستكون عقديه وليست مجديه في نفس الوقت. هل هنالك علاقه بين تزامن حضور الحكومة لاجتماعات اللجنة العامة للأمم المتحدة والدعوة لهدنة ووقف إطلاق النار؟ بكل تأكيد أنها تتزامن، يعني الدعوات جاءت متزامنة مع هذه اللقاءات، طبعا رئيس الجمهورية التقى مع الأمين العام للمتحدة والمبعوث التقى مع كثير من الدبلوماسيين الغربيين، وكل هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يدعون الى العوده للمسار السياسي، والحكومه معروفه انها تتعامل بايجابيه مع المجتمع الدولي ومع المحيط الدولي معها وتحترم يعني المجتمع الدولي، بالتالي كان لها بالفعل كانت لهذه اللقاءات كانت مثمره وانتجت لنا هذا الاعلام الدولي الخارجي. نعم، إذن سيد مختار تفضل بالبقاء معنا، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عمان الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير سيد عبد الناصر. مساء الخير لك وللأخ مختار والمشاهدين. أهلا بك سيد عبد الناصر، منذ أيام يدور الحديث عن هدنة لمدة 72 ساعة، لماذا برأيك لم تكن الجهود تستهدف هدنة دائمة كما حدث في المرات السابقة؟ الهدنة هي مطلب ليس حديث من فترة طويلة، يريد الولايات المتحدة تريد هدنة، سمعنا عن اقتراح من كيري لهدنة 72 ساعة، تحديدها ب 72 ساعة أيضا أمر غريب لأنه ليس هناك من حاجة لهدنة مؤقتة، الحاجة هو الهدنة طويلة أو الوقف الحرب بشكل عام وليس لهدن صغيرة. أولا لا يمكن توقع أن تحترم مثل هذه الهدن لأن الحرب بطريقتها الحالية وبساحاتها الكثيرة يصعب على الجميع من الناحية حتى الفنية أن تحترم هدنة بأي شكل من الأشكال. نحن أمام قوة تتصارع وجها لوجه، لا يمكن لأي طرف أن يسمح بأن يستغل الطرف الثاني الهدنة ليعزز من مواقعه ليتحرك ليقوم بحشد أنصاره، كل هذه الأمور تجعل من الهدنة أمر غير ذي فائدة، لأنه كما هو حال الهدنة السابقة لم تؤدي هذه الهدن إلى فعلا إلى هدن حقيقية.
نعم سيد عبد الناصر، هذا ما يسوقنا للتساؤل، دائما ما كانت تأتي الهدن لنتيجة للمشاورات وهنا يأتي العكس، هل يمكن أن تصبح الهدنة الإنسانية مدخلا للحل فعلا؟ هل هذا ما يراد منه؟ المشكلة في اليمن الآن أنها تعقدت الأزمة بشكل كبير والحرب أصبحت حرب فوضى، وما يحدث في اليمن الآن هو صناعة فوضى، ليس هناك من طرف ما لديها القدرة على أن يعيد الانتظام لهذه الدولة اليمنية. اليمن تتفكك إلى كيانات كثيرة، إلى قوى كثيرة، إلى ميليشيات كثيرة، وليس هناك ما يبشر بأن هذه الفوضى في طريقها إلى الانتظام. الحكومة الشرعية من جهتها ليس لديها أي استراتيجية لإعادة الانتظام لهذه الدولة، بل على العكس هي من تساهم بمزيد من الفوضى عندما سلمت القوى الانفصالية للجنوب، وها هي الآن تنتظر وتتخذ خطوات غير مدروسة من قبل نقل البنك المركزي وغيرها من القرارات. ها هي الحكومة الآن عندما عادت مشطورة، جزء في عدن وجزء في مأرب، دون مؤسسات ودون موارد مالية ودون ميزانية، ولا نعرف ماذا ستعمل هذه الوزارة بعودة الوزراء بشخوصهم. هذه الحكومة لا زالت مغرمة بالتوظيفات وبالتعيينات، وكأننا في حالة براح وفي حالة ازدهار. لدينا فائض من الميزانية بحيث نضع مزيد من المستشارين في السفارات والسفراء والوكلاء وغيرها من المناصب، والذي يدل على أن هذه السلطة ليس لديها أي إحساس بالمسؤولية. وكل هذا يشير إلى أننا نتجه في طريق خاطئ. نعم، إذن دعني سيد عبد الناصر أنقل هذه النقطة إلى الصحفي مختار الرحبي. سيد مختار، لعلك استمعت لحديث السيد عبد الناصر عن فوضى عامة في الوضع لا يبشر بالخروج بحل، وتساهم الحكومة بشكل كبير في هذه الفوضى، وكما وصف أنها ليس لديها إحساس بالمسؤولية، ما هو تعليقك؟ هو بكل تأكيد أن هناك إشكاليات تعاني منها الحكومة، وهناك صعوبة تعاني منها الحكومة بسبب تواجدها في الخارج طوال فترة سنتين وعدم استقرار في الفترة الماضية، وهو ما جعل كثير من الاختلالات تظهر وتبدو للعلن، وعدم وجود ميزانية تشغيلية حقيقية للحكومة وإيرادات غير متواجدة للحكومة جعل منها تعاني كثيرا ويبدو ذلك للعلن. لكن في نهاية المطاف علينا أن نحترم هذه الحكومة التي تبذل جهود كبيرة من خلال الآن عودتها للحكومة، من عودتها عفوا إلى عدن وعودتها إلى الجزء الآخر، عودتها إلى مأرب ونفس الجمهور المتواجد في مأرب. بالتالي كل هذه الإجراءات التي تقوم بها تدعو أن يقف معها وأن يساند الحكومة في إجراءاتها التي تقوم بها. أيضا نقل البنك المركزي أيضا خطوة كبيرة وممتازة، وإيرادات المناطق المحررة تصب في مصلحة في البنك المركزي في عدن. هذه طبعا تجعلنا نقف مع الحكومة، خصوصا أننا في وقت استثنائي. أنا لا أدافع عن الحكومة في هذا التوقيت، لكن يجب علينا جميعا كمناصرين للشرعية السيد عبد الناصر تحدث عن الأداء الحكومي الذي لا يرتقي للمستوى، أنه يؤثر على وضع الحل في اليمن، وكذلك علاقته بالهدنة التي لا يتفائل بأن تحدث. إذا ما عدنا إلى الموضوع، هنالك من يرى أنه هنالك ضغط كبير أمريكي على الطرف الحكومي من أجل سريان الهدنة، بينما يفترض أن يكون هذا الضغط على جانب الانقلابيين غير الملتزمين. هو كما قلت لك بكل تأكيد أن هذه النقاط يعني نحترمها، وبالتالي يجب أن يكون أداء الحكومة أكثر إيجابية لكي يكون أداءها منضبط، وأيضا ينعكس ذلك على أدائها في الخارج وأيضا حتى في على مستوى المجتمع الدولي. لكن نحن نرى أنه خلال الفترة الماضية وخصوصا بعد أن تم تعيين رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد المدار، تحسن وضع الاداء الحكومي بشكل كبير جدا. الخارجيه والجانب الدبلوماسي ايضا تحسن بدرجه كبيره. بالتالي نحن نقف مع الحكومه في اجراءاتها التي اتخذتها خلال الفتره القليله الماضيه، ونقف معها في اجراءاتها القادمه. نعم، لحظات حاسمه وليس امامنا الا ان نقف مع الحكومه وان نقف مع المشروع الوطني الداعم لها.
نعم، إذن سيد مختار رحبي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إليك سيد عبد الناصر، فيما يخص مواقف الأطراف، هل تعتقد أنها تقترب من الذهاب مجددا إلى المباحثات؟ ليس هناك ما يوحي بأن بأن الأرضية أصبحت جاهزة لأي مفاوضات. منذ البداية لم يكن هناك أي أرضية للمفاوضات، منذ جنيف واحد والكويت وغيرها ليس هناك أرضية للمفاوضات. الوضع بشكل عام هناك أطراف مستفيدة من بقاء هذا الوضع، لا نهاية بالحرب ولا بالسلم، تريد أن تبقى الأمور معلقة هكذا. البعض لا يجد نفسه في اليمن ما بعد الحرب، ولهذا من مصلحته أن يبقى اليمن في حالة حرب. البعض لديه أجندة خفية أو أجندات خفية لتفكيك اليمن، لانفصال اليمن، لإبقاء الشمال في حالة حرب، ولتثبيت الوضع في الجنوب. يعني نحن أمام حالة من صناعة فوضى، البعض منها يتم بشكل عشوائي والبعض يتم مخطط وبشكل ممنهج. وهذا الأمر ليس جديد، تفكيك اليمن أتى منذ فترة طويلة من قبل الحرب، من مؤتمر الحوار وفكرة الفيدرالية وغيرها من هذه الأفكار التي تبطن مشاريع انفصالية ومشاريع تفكيكية للدولة اليمنية. وكان من خلاصتها تسليم اليمن وتسليم صنعاء للحوثيين على أساس إنجاح هذا المشروع التفكيكي، ولا زال الانفصاليون يتناغموا مع الحوثيين رغم أنهم في حالة عداء في الظاهر، ولكن يتناغم الحوثيون مع الانفصاليين لأنهم لديهم مشاريع متشابهة. الانفصاليين يرون بأنهم سيختفون بالجنوب وأن الحوثي سيكتفي بالشمال، وهم يريدوا أن يكون الحوثي هو ممثل الشمال الوحيد لأنهم من ناحية. نعم سيد عبد الناصر، بالعودة إلى موضوع الحلقة ونظرا للضغوط الدولية وهذه المرة أمريكية، في حال تم الاتفاق على المضي نحو جولة جديدة من المباحثات، هل يمكن أن نشهد هذه المرة اختراقا حقيقيا على طريق التوصل إلى حل؟ هناك ما هو مطروح من ما يقال عن مبادرة كيري. مبادرة كيري فيها بعض النقاط التي هي قريبة لطروحات الحوثي وصالح. نعم. جزء منها يتعلق بنقل السلطة بشكل من الأشكال من الرئيس هادي. هذا طبعا سيرفضه هادي وسيعمل كل جهده على أن يمنع مثل هذا الاتفاق، وبالتالي حتى الحضور على أساس هذه القواعد لا أعتقد بأن هادي وفريقه سيحضر مثل هذه المفاوضات، ولهذا لن يحضروا مفاوضات على قاعدة إخراج هادي من السلطة. نعم. هذا ابتداء. ولهذا لا يمكن توقع أن تحدث مثل هذه المفاوضات إلا في حال اقتنعت السعودية اقتناع كامل بهذه الخطة، وبالتالي أجبرت هادي على القبول بها. نعم، إذا سيد عبد الناصر نراوح المواقف القديمة بتمسك كل طرف يتمسك بما لديه، وهو تمسك كل طرف يعتقد كان يدرك بأن التمسك بمطالبه يعني عدم التوصل إلى أي اختراق. نعم، إذن بالحديث عن الموقف والدور السعودي، اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك سيد سليمان. مساء الخير لك ولضيوفك. مساء النور، أهلا بك سيد سليمان. دعوة لهدنة لوقف إطلاق النار، ماذا عن الموقف السعودي من هذه الدعوة؟ أنا أعتقد أنه هذه الهدنة التي سميت هدنة إنسانية لمدة 3 أيام هي نسخة معدلة أو مخففة إثر الضغوط الدولية على التحالف العربي وعلى الحكومة الأردنية، وهي أهون الشرين. نعم. وكان قرار هدنة طويلة تواكب المفاوضات. ها؟ نعم تفضل. وتتيح للانقلابيين فرصة الإمدادات
العسكري الحصول على امدادات عسكريه ايرانيه، وسمعنا عن هجوم حوثي في قوارب فدائيه على ميناء عصب يوم الخميس الماضي. هذا يعني يعطي فكره عن الاختناق الحوثي الذي تجد فيه هذه الميليشيات نفسها. وانا لا احسن الظن بمن يطالبون بهدنه لاهداف ثانيه، انما هي هدنه لكي يتنفس المختنقون في صنعاء. ولذلك انا اعتقد انه جاءت هذه الهدنه لثلاثه ايام كحل وسط او يعني تمرير الضغوط، وانا اعتقد انه لن يتم فيها اي عمل ايصال المساعدات الانسانيه التي يقال ان الهدنه قد دشنت اجها، لان الحوثيين يخطفون المساعدات الانسانيه ويدفعونها في خدمه ما يسمونه المجهود الحربي كما خطفوا المساعدات. نعم سيد سليمان، الآن وبالحديث عن هدنة قريبة، تكثف غارة التحالف تتكثف بشكل ملحوظ، هل يعني هذا أن التحالف لا يرحب بالهدنة؟ هل هذا ما نستطيع أن نفهمه من هذا التكثيف للغارات؟ نعم، أنا أعتقد أن موقف التحالف العربي هو الاستمرار بالضغط العسكري على هذه القوى المتمردة غير مصاعة لمنطقة الدولة. هذه القوى مهدده للشعب اليمني والامن القومي في جنوب الجزيره العربيه، ويعني ينبغي ان نكون في الاعتبار ان هذه المساله ليست تكتيكيه، هي استراتيجيه لامن الخليج والجزيره العربيه كلها. فلا يمكن ان يسمح بقوه تعارض قوة المتمردين أو إيصال المساعدات. وأنا يعني أعتقد أن القادة السعوديين شرعوا للولايات المتحدة كثيرا بأن الهدن استخدمت في الإمداد العسكري الإيراني للحوثيين، وأن الصواريخ التي توجه الآن للمدن السعودية و من حسن الحظ انها تصفق قبل سقوطها على الاحياء السكنيه هي بفضل الهدن الامريكيه التي فرضت بضغوط امريكيه سابق. نعم، اذا سيد سليمان سنعود إليك، اسمح لي لأن أعود إلى سيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، في الفترة الأخيرة لوحظ تحرك دبلوماسي رفيع من قبل الولايات المتحدة، هل يمكن القول أن جهود المبعوث الأممي قد وصلت إلى طريق مسدود ويتم الاستعاضة عنها حاليا بضغوط دولية أمريكية بالتحديد؟ الولايات المتحدة بثقلها الدولي تستطيع أن تتجاوز جهود المبعوث الأممي. نعم. ولكن الوضع العام في الولايات المتحدة لا يشجع بأن نقول أن الولايات المتحدة لديها القدرة والإمكانية. نحن نعرف أن الحكومة الحالية هي في آخر أيامها، وبالتالي هذه قد تكون فقط محاولة من وزير خارجية أمريكا بأن يحقق إنجاز أخير لحكومة أوباما التي منيت بفشل كبير خاصة في منطقة الشرق الأوسط. لهذا الاهتمام الأمريكي الآن قد لا يكون له أهمية كبيرة كون الانتخابات على الأبواب. نعم. وبالتالي جهود هذه الحكومة قد لا تستمر كثيرا إذا ما أتت حكومة جديدة، وخاصة لو كانت هذه الحكومة حكومة جمهورية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، المبعوث الأممي النطاق الذي يتحرك فيه نطاق محدود جدا، ودوره هو دور فقط دور المسهل، دور الوسيط، لا يستطيع أن يتعدى ذلك إلا بدعم وموافقة من مجلس الأمن. ومجلس الأمن فيما يخص الشأن اليمني أصبح الآن إلى حد كبير منقسم، وليس هناك من رغبة جديدة لدى أعضاء الكبار في داخل مجلس الأمن باستصدار قرارات قوية وجديدة داخل اليمن. نعم. لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية هذه القرارات، وبالتالي حتى البيانات الرئاسية تصدر بيانات خجولة جدا، فقد تدعو الجميع وتشجع الجميع وتطالب الجميع، وليس هناك من أفكار واضحة.
المحاولة الأمريكية يبدو هي فقط محاولة أخيرة لهذه الحكومة قبل أن ترحل، ولهذا لا أعتقد بأن لهذه المبادرة أو لهذه الخطة الأمريكية أي فرص حقيقية للنجاح ما لم يحدث شيء غير متوقع. نعم، وصلت الفكرة. إذن سيد عبد الناصر المودع الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد سليمان، من خلال حديثك أن هنالك رفض سعودي للهدنة وهذا ما سيجعله تحت ضغط دولي، كيف سيتعامل مع الأمر؟ أنا قلت بأنه الرفض السعودي هو الذي حول الهدنة من هدنة دائمة إلى هدنة يعني مؤقتة مدة ثلاثة أيام، لأن هناك يعني إيمان سعودي وإدراك عميق بأنه الهدن استخدمت في التسلح وفي لملمة الصفوف المبعثرين في جبهات السعودية. وأنا أعتقد أنه من الملائم الآن للحكومة اليمنية ولحلفائها في التحالف الدولي في هذه الفترة أن يقطعوا الوقت مع هذا الأمريكي المستعجل على أي تسوية في اليمن. هو مستعجل بتحقيق إنجاز سياسي له لتاريخه فقط، ليس لتاريخ المنطقة ولا أهل المنطقة ولا طموحات شعب اليمن ولا طموحات شعوب الجزيرة والخليج. نعم، وصلت الفكرة. إذن سيد سليمان، بالحديث عن هدنة إنسانية نتيجة وضع إنساني كارثي في اليمن، تتزايد ضربات التحالف بحق المدنيين وسقوط العشرات يوميا من المدنيين ضحايا لهذه الضربات، كيف لنا أن نفهم ذلك؟ نعم، أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالجهد الإنساني الحوثيون هم الذين يمنعون الإمدادات ويخطفونها ويقطعون الطرقات عليها، وفيما يتعلق بسقوط مدنيين أنا أعتقد أن هذه ناتجة عن أخطاء بشرية تحدث في كل حرب، ولكنها ليست بالحجم الذي يتحدث عنه الحوثي ويستخدمه سياسيا. يعني الحوثي الذي يتحدث عن الجانب الإنساني أو عن الكارثة ما يسميه الكارثة الإنسانية هو في واقع الأمر شريك في هذه الكارثة، هو الذي يضرب الشعب اليمني. نعم سيد سليمان، هو شريك في هذه الكارثة، ولكن من يتحدث عن الكارثة الإنسانية ليس الانقلابيين وإنما المنظمات الحقوقية وبياناتها وكشوفاتها. هنالك وضع إنساني كارثي في اليمن ومع هذا تتزايد الضربات بحق المدنيين من قبل التحالف، لماذا هذا التزايد؟ لماذا هذه الضربات بحق المدنيين؟ لا يوجد ضربات لو ضربت صنعاء أو صعدة في أحيائها المدنية لأنجزت المهمة في الست شهور الأولى من عاصفة الحجر، ولكن لأن التحالف يتحاشى المدنيين ويتحاشى الأحياء المدنية والإنسانية طالت هذه الحرب. أنا أعتقد أنه ما حصل في تسييس وفي تضخيم وفي هدف سياسي غربي، ولو كان الغربيون في حقيقة الأمر حريصون على الجانب الإنساني لساعدوا في الضغط على المتمردين في صنعاء. نعم. أولاً، وثانياً لو كانوا فعلاً جديرون أو حريصون على الجانب تقدم مساعدات مثل ما تقدم المملكة العربية السعودية، ولكنهم في واقع الأمر يسيسون الجانب الإنساني لتحقيق ضغوطاتهم على التحالف العربي، لأنه هدفه. نعم، شكرا. هو عدم انتصار الشرعية وعدم انتصار التحالف العربي ووضع والوصول إلى وضع أمني متأرجح لا ملمة فيه لأحد في اليمن. شكرا سيد عبد الناصر. يحصل الآن في سوريا.
نعم. إذن سيد سليمان العقيلي الكاتب السعودي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه المساء من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الصحفي مختار الرحبي، ومن عمان عبد الناصر المودع باحث ومحلل سياسي، ومن السعودية الكاتب سليمان العقيلي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.